السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من منشط. طبعا احنا كنا الحقيقة رسمين بأن 3 أيام كده ان احنا نبدأ مع حضراتكم بـ 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 يعني بـ بشكل ما كده بالتركيز على القضية الفلسطينية وبالتركيز على الأحداث وبعض المداخلات والآخر، لكن كلام سيادة الرئيس النهاردة في يعني تقريبا من حوالي ساعة ونص كده تقريبا الحقيقة يعني غير البوصلة تماما. عايز أقول لحضراتكم أنه نفس الشعور اللي أنا تملكني من 3 سنين و5 شهور و3 أيام، 3 سنين و5 شهور و3 أيام، إيه العلاقة ما بين ده وما بين ده؟ سيادة الرئيس كان من في تاريخ 21/6/2020 قال انه سرت والجفرة خط احمر، كان الوضع في ليبيا وضع صعب جدا وما زال، لكن كان وقتها الوضع اصعب شوية، وكان في كلام الحقيقة في 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 تصاعد كبير جدا، وانه الحدود بيننا وبين ليبيا كانت في غاية الصعوبة. طلع سيادة الرئيس وقتها والحقيقة اعلن اعلان حاسم حاد قاطع انه سرت والجفرة خط احمر. ده كان اول خط احمر بترسمه القيادة المصرية بالنسبة لعلاقاتنا الخارجية. تاني خط احمر رسمه النهاردة سيادة الرئيس في المؤتمر اللي كان معمول في الاستاد لدعم أشقائنا الفلسطينيين، وقال سيادة الرئيس بكل حس أنه تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر. برضو هل الموضوع فكرة التهجير ده والآخر هل أول مرة نسمعها؟ لا سمعناها، لكن خلي بال حضراتكم من الحته دي كده، خط احمر سيادة الرئيس بيقولها بمنتهى الحسم، خط احمر. فانت حضراتكم لما هتشوفوا ده انا اعتقد النهارده يعني احنا بنتكلم على النهارده ال 23 نوفمبر، يعني احنا عندنا 23 يوم وعندنا حوالي 20، يبقى دي 63 يوم 53 يوم يعني 43 يوم، عندنا حوالي 4 أيام، احنا بنتكلم في حوالي 50 يوم على الأربول، حوالي على الحرب اللي موجودة في قطاع غزة وعلى الصلف واللاوحشية اللي بتقوم والوحشية اللي بتقوم بيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في غزة. بعد الفترة دي كان النهاردة الرسائل واضحة وضوح الشمس، كانت موجودة قبل كده وأعلنت مصر عليها قبل كده، النهاردة بقى الحسم في هذا الأمر. خلينا نشوف بعض ما جاء في كلمة سيادة الرئيس في هذا الأمر ونرجع لحضراتكم. نشوف الكلمة الأولانية اللي هو تهجير الأشقاء الفلسطينيين خط أحمر لن تسمح به مصر. نشوف ونرجع لحضراتكم. احنا المصريين كلنا كنا دايما لنا موقف متعاطف وإنساني، واستقبلنا خلال السنوات الماضية في أعقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الأشقاء الذين تضرروا، ولم نتكلم أبدا ولم نشتكي أبدا ولم نطلب من أحد أبدا أي دعم في هذا الأمر. الأمر اللي أنا بتكلم فيه ده، إحنا دايماً بنقول إن إحنا عندنا 9 ملايين من الضيوف، يعني ما حدش يقدر يزايد علينا ويقول إن إحنا لما بنقول لن نقبل بتهجير قسري للفلسطينيين ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية أبداً، ما حدش يقدر يقول إن مصر ملهاش مواقف إيجابية ولها مواقف إنسانية نبيلة ورائعة.
لكن الأمر مختلف. الأمر اللي أنا بتكلم فيه أمر مختلف. في الأشقاء والضيوف اللي بتكلم عنهم بلادهم موجودة ولكن غير مستقرة، وأرضهم موجودة وباقية لهم، لكن الأمر في القطاع وفي الضفة الغربية أمر مختلف. إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا إحنا خط أحمر، خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به. إحنا كنا دايماً بنتكلم بهدوء وبحكمة وبصبر وبتعقل، بس ما حدش يتصور أبداً إن ده معناه ضعف أو تهاون. لا هو ضعف ولا هو تهاون. لا تهجير، لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر، ده خط أحمر بالنسبة لنا. زي ما قلت لحضراتكم كده، يعني لغة الجسد عند سيادة الرئيس في هذا الأمر، يعني المتخصصين في هذا الأمر، ممكن زميلتنا رغدة السعيد لو بتشوف الخطاب ده هتقول لحضراتكم إنه، وهي متخصصة في لغة الجسد، إنه يعني الحته دي كده خط احمر حاده قاطعه بيقولها الرئيس بكل وضوح في هذا الامر وبكل الشفافيه في هذا الامر، عشان لا يحصل مزايده ولا يحصل شد وجذب تاني ولا يحصل تناول للموضوع ولا يحصل فكره هو احنا هندي غزه، هندي سيناء والشقفة اللي كان بيتكلم عليها البعض قبل كده، وهناخد حتة من سينا وهناخد فلوس وهناخد. هذا الأمر اتحسم تماما، الرسالة وضحت في هذا الأمر، ولا داعي بقى للكلام فيها تاني. يعني احنا لما نلاقي سيادة الرئيس يتكلم فيها هنقول لحضراتكم، بص على حضراتكم على الإيد، يعني لو زملائنا يجيبوا الإيد نفسها، الإيد نفسها وهي بتتكلم في هذا الأمر واضحة، يعني ثلاث مرات خط أو أربع مرات خط أحمر، خط أحمر، خط أحمر في هذا الإطار. الرسالة الثانية برضو عليها جدل كبير، ورغم أن الدولة المصرية أعلنت وسيادة الرئيس أعلن في هذا الأمر، أنه موضوع المعبر وإغلاق المعبر، الفتي في هذا الأمر والهبد بين قوسين كده، والهبد في هذا الأمر الحقيقة فاق الوصف، رغم أن مصر أعلنت قبل كده مرارا وتكرارا، وسيادة الرئيس أعلن هذا الأمر، والمسؤولين في مصر أعلنوا هذا الأمر، وأنا تشرفت الحقيقة ورحت المعبر مع زملائي قبل كده، ورحت آخرها كانت مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كانت زيارة موفقة جدا، وقبليها كان مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وقبليها رحنا بدعوة كريمة برضو من أهلينا في سيناء. يعني رحت ثلاث مرات المعبر من أول 7 أكتوبر لحد دلوقتي. المسائل كلها واضحة جدا انه المعبر من الجانب المصري غير مغلق. سيادة الرئيس قال معلومة ممكن تكون جديدة، ممكن تكون عند حضراتكم علم بيها، ايا كان، قال لك ان احنا هذا المعبر تعرض للقصف 4 مرات من قوات الاحتلال من الجانب الفلسطيني، لانه غزة اللي مسيطر عليها قوات الاحتلال. فنسمع برضو هذا الامر عشان أرجوكم والجماعة اللي على السوشيال ميديا اللي هم بيحبوا بلدهم وعايزين الاستقرار وعايزين التنمية وعايزين الهدوء، أرجوكم ما تتعبوش نفسكم مع الهبيدة اللي بيهبدوا كتير واللي بيفضلوا يجرونا لمستوى متدني جدا من الحوار. سيادة الرئيس أعلنها النهاردة ومش عايزين احنا نتكلم فيها تاني، لأن الإعلام بوضوح اللي يجي يكلمنا هات هذا الفيديو وحطه قدامه ونخلص من الموضوع ده. نشوف ما قاله سيادة الرئيس في موضوع معبر رفح. بقول لكم يا مصريين لازم تعرفوا ان معبر رفح لم يغلق ابدا،
لم يغلق ابدا. وده لان خلال الفتره اللي فاتت، انا بكررها تاني، في ناس كتير يعني سمعت كلام من هنا وكلام من هناك، وانتوا عارفين كويس قوي ان احنا صادقين معاكم يعني، وان شاء الله لا نكذب ابدا، لا نكذب ابدا. المعبر لم يغلق ابدا، ولكن تم قصف المعبر 4 مرات من الجانب الفلسطيني. هقول مرة تانية، لم يغلق المعبر، معبر رفح، أبدا، ولكنه تم قصفه من جانب القوات الإسرائيلية 4 مرات على الجانب الفلسطيني. وبالتالي كان مهم أوي إن احنا نحافظ على أرواح الناس اللي بتقوم بنقل المساعدات، وكان لابد إن احنا ننتبه للإجراءات اللي احنا في النهاية احنا عايزين المساعدات تخش. في النهاية احنا عايزين المساعدات تخش. مش هزيد وعيد في الكلام تاني، خلاص. رئيس الدولة، أكبر منصب في الدولة، وصل الرسالتين، ورسالتين أزالوا، مش أزالوا، ثبتوا الموقف المصري الموجود أساسا وهو ثابت. لكن أي حد يشكك في الموضوع، رجاء تاني، بلاش نجهد نفسنا وزملائنا وأصدقائنا اللي موجودين على السوشيال ميديا وخصوصا على إكس، رجاء بلاش تتعبوا نفسكم قوي مع اللي بيجرونا لمنطقة احنا لا ناقة منها ولا جمل بعد كلام سيادة الرئيس في هذا الموضوع. خلاص، المعبر حسم، وموضوع التهجير الأشقائنا الفلسطينيين إلى مصر حسم. رجاء ما نتكلمش فيه تاني، ولو اتكلمنا زي بقول لحضراتكم معانا 2 فيديو لرئيس الدولة، اي حد يكلمنا في هذا الامر نبعت له هذا الفيديو وخلصت الموضوع على كده. سيادة الرئيس في البداية خالص الحقيقة دعا للوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة، والمؤتمر هي اللي كان موجود او اللقاء او الحفل اللي كان موجود كان تحيا مصر لدعم الفلسطينيين او لدعم فلسطين. يعني انا تضامنا مع هذا الامر احنا برضو نقف دقيقة حداد، احنا تضامنا مع ما قاله سيادة الرئيس في هذا الإطار، احنا برضو من جانبنا كده نقف دقيقة احداد ونرجع لحضراتكم نكمل. بشكر حضراتكم، واتمنى انه الرسائل اللي موجوده النهارده تكون وصلت. سياده الرئيس، دي مبادره كتف في كتف تحيا مصر وفلسطين، كانت في استاد القاهره زي ما حضراتكم شفتوا، والرئيس قال انه مصر بتبذل مجهود كبير جدا في دعم فلسطين والتخفيف من معاناه اهل غزه. احنا معانا كده يعني شكل من أشكال التوثيق للمعاناة دي، وشكل من أشكال التوثيق لما يجري في فلسطين ولما جرى في فلسطين. خلينا نشوف ونرجع لحضراتكم. بعد مرور 48 يوما من مجازر العدوان الإسرائيلي داخل قطاع غزة والتي خلفت أرقاما لا حصر لها من الشهداء والمصابين، تضمنت أكثر من 14,000 شهيد، منهم نحو 6,000 طفل و 4,000 امرأة، وعدد مصابين تجاوز 35,007 من المفقودين و 1.7 مليون نازح. نجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، تفرج خلالها حماس عن 50 من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الكيان الإسرائيلي المحتل سراح 150 سجينا فلسطينيا في أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ ما يقارب الشهرين.
وحظيت جهود الوساطة المصرية بإشادة وترحيب عربي وعالمي، حيث تمكنت من خلالها مصر في وقف تصعيد العدوان الإسرائيلي الغاشم والقصف المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي يعد أكبر إنجاز دبلوماسي وسياسي منذ بدء عملية طوفان الأقصى. وتؤكد الدولة المصرية استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين. وكشف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي عن تفاصيل الهدنة الإنسانية، وهي كما يلي: وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل قطاع غزة، إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالاً وجنوباً، إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً، وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار 4 أيام، ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة 6 ساعات يومياً. خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، ويعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية بداية حقيقية في خطوات وجهود خفض التصعيد الجاري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقد يدفع جميع الأطراف للوصول بأن يتبعه هدنة إنسانية وصفقات أخرى لتبادل الأسرى والمحتجزين. وعملت الجهود المصرية والقطرية والأمريكية على مدى أكثر من 2 أسبوع للتوصل لهذا الاتفاق والصفقة، حيث جرت جولات مكوكية من المباحثات والاجتماعات شهدتها القاهرة سواء مع مسؤولين إسرائيليين أو قيادة حركة حماس، بتنسيق كامل مع الطرف الأمريكي بهدف تذليل كافة العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، هو أنه سيسمح بنفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة مناطق قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، والذي كانت ترفض إسرائيل وصول أي مساعدات له، وسيخفف كثيرا من معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين ممن ظلوا في الشمال ورفضوا النزوح للجنوب. كما أن الاتفاق يتضمن تدفق الوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة، ويعد هذا تقدما ملموسا، خاصة أن إسرائيل كانت ترفض خلال الأيام الماضية وصول شاحنات الوقود لشمال القطاع اللازم لتشغيل المخابز ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه والمستشفيات وكل القطاعات المدنية، بجانب تغطية كافة احتياجات المنظمات الأممية مثل الأونروا. فلسطين قضية لن تموت. الحقيقة احنا بنتكلم على الصحافة يعني ما بنلاقي كده في حاجة تستحق بنتوجه إليها فورا ونهتم بها. الأوضاع في فلسطين وال 75 أو 70 عاما، 7 عقود اللي مضت، وزي ما تطرق سيادة الرئيس يعني 7 عقود اللي مضت دايما مصر قلبا وقلبا مع القضية الفلسطينية، ودايما قلبا وقلبا مع الفلسطينيين والأمر ده. الحقيقة مجلة الأهرام العربي زميلنا العزيز الأستاذ جمال الكشكي، بشكرك يا فندم شكر جزيل، وبشكر كل الزملاء في الأهرام العربي، لأن هو الحقيقة عاملين ملف أو عاملين عدد استثنائي توثيقي، يعني في اللي عايز يهتم بالقضية الفلسطينية اللي بيعمل بحث عن القضية الفلسطينية ممكن يتطرق إلى هذا أو يستعين بهذا العدد اللي هيصدر بإذن الله باكر ويكون في السوق. ده عدد مهم جدا زي ما هم كاتبين كده، الصورة تتحدث عن عدد تاريخي تاريخي، يعني بنتكلم على من أول عملية التهجير الأولى اللي بدأت سنة 48، وعملية التهجير الثانية اللي بدأت سنة 67، وعملية التهجير الثالثة اللي كانت موجودة في هذه الأيام. إن شاء الله ما تكونش عملية تهجير وكل يعود إلى أسرته، وتعود القضية الفلسطينية إلى وضعها الطبيعي اللي فلسطين لأهلها، فلسطين لأحبابها، فلسطين لناسها، فلسطين لأصلها،
وده اللي احنا الحقيقه نتمناه، ويعني فكره اعاده القضيه الى محورها الطبيعي ده امر جميل جدا. فانا باشيد بمجله الاهرام العربي اللي وثائق التهجير والاباده موجوده، زي ما جمال الكشك بيؤكد ان هذا العدد بالفعل هو عدد تاريخي، والحقيقه في مئات الصور، مئات الصور من الارشيف ومن ما سبق ومن الاحداث السابقه موجوده في هذه المجله. حقيقه يعني متعه تمسك العدد في ايدك كده، تشعر انك تعيش سنه 48 وسنه 67، تشعر انك تعيش مع بدايات القضيه الفلسطينيه لحد دلوقتي. الصور اللي موجوده قدام حضراتكم دي يعني الحقيقه صور زي ما بقول لحضراتكم كده توثيقيه، توثيقيه. عايز تعرف القضيه الفلسطينيه هات مجله الاهرام العربي بكره وانت تستمتع بما تم في السابق وتتالم لما يتم حاليا، وان شاء الله نستشرف المستقبل باذن الله مع الاجراءات التي تتم، ونتمنى باذن الله القضيه الفلسطينيه في هذا الامر باذن الله ان شاء الله. وتحيا فلسطين، تحيا فلسطين، تحيا فلسطين. معانا السيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني ابو مازن، دايما بنتعبه معانا كده، لكن الدكتور محمود الهباش الحقيقه انا يعني بيبقى معانا على الهواء مرتين قبل كده، وزملائي الحقيقه بيستعينوا بيه وهو راجل في غايه الدقه في الكلام. برحب بيك يا دكتور محمود واهلا بيك يا فندم. اهلا بك حياك الله. انا سياده الرئيس النهارده قال يعني منذ قليل كده الحقيقه كان في احتفاليه لدعم الاشقاء في فلسطين وفي قافلات مساعده كانت موجوده. سياده الرئيس اتكلم على انه تهجير الاشقاء الفلسطينيين خط احمر لن تسمح به مصر. اخد تعليق بس حضرتك على هذا الامر. الحقيقة يعني كل كلمات الثناء والافتخار والاعتزاز بمصر لا تكفي. يعني لو كل قواميس اللغة العربية صراحة لا تستطيع أن تعبر عن حقيقة شعورنا تجاه هذا الموقف العظيم، وهو ليس جديدا على مصر بالمناسبة، هذا ليس بالأمر الجديد ولا بالأمر الحادث. منذ أن كانت القضية الفلسطينية ومصر حاضرة ليس فقط بمواقف وإنما بأفعال. ربما تكون مصر هي الدولة العربية الأكثر تقديما للشهداء من أبنائها في سبيل فلسطين وفي قضية فلسطين، ومصر التي أفشلت الكثير من مما أريد بالقضية الفلسطينية من تصفية، واليوم تعود هذه المواقف النبيلة العظيمة التي تعبر عن أصالة مصر. لا أريد أن أكون مداحا، ولكن هذه هي الحقيقة التي ينطق بها كل فلسطيني تجاه أشقائه في مصر وفي الواقع في كل الدول العربية، كل بحسب طاقته وكل بحسب ضرورات دوره ومقومات دوره. ربما كان قدر مصر أن تكون الدولة الأقرب مع الأردن بالطبع، الدولتان الأقرب إلى فلسطين، الأكثر مجاورة، الأكثر إحساسا بالشأن الفلسطيني مع بقية دولنا العربية والإسلامية. أشيد هنا أو أشير هنا إلى قضية ربما تطرقت حضرتك لها، وهي قضية التهجير، كنت تتحدث عن موضوع التهجير. تمام. مع بدايات هذا العدوان الإسرائيلي الجديد نطق نتنياهو بما في صدره، يعني ما يجيش في صدره خرج على لسانه وفي مواقفه، ثم انساق وراءه العديد من قيادات الاحتلال الإسرائيلي من اليمين وغير اليمين، كلهم يتحدث عن تهجير الفلسطينيين، وكانوا يظنون أو يتوهمون أن مصر ربما على الأقل تسكت، يعني لا يبدر منها أي موقف، وكذلك من الأردن. لكن الموقف الشجاع الحاسم الصارم الحاد الذي أخذته مصر والمملكة الأردنية الهاشمية جيش مع القيادة الفلسطينية وموقف الشعب الفلسطيني، جيش كل العالم الآن ضد
التهجير. حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الداعم الأكبر لإسرائيل أصبحت تعلن أنها تعارض مسألة التهجير ومخطط التهجير الإسرائيلي. أنا يعني فقط أريد أن أحيي مصر وأحيي كل أشقائنا العرب والمسلمين، كل بحسب ما وقف وكل بحسب ما قدم. أنا بشكر حضرتك دكتور محمود، ودايما كده داعمين للقضية الفلسطينية، ودايما إخوة، ودايما الحقيقة العلاقة وتوطيد العلاقة واستمرار العلاقة، أنتوا على راسنا من فوق، وأي فلسطيني وأي حد من الشعب الفلسطيني على راسنا من فوق، وربنا يوفقكم دايما ودايما للأمام بإذن الله. دكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني سيد محمود عباس أبو مازن. طيب، وأنا بتكلم في عملية التهجير وعملية الهبد والكلام اللي راح والآخر، بننتقل لقضية أخرى بقالها يومين من امبارح والنهاردة، الحقيقة هي الرأي العام العالمي والرأي العام العربي شغال فيها، اللي هي موضوع الهدنة. هل احنا ملتزمين بها؟ مش بتكلم على مصر، احنا ملتزمين بالهدنة. كل الأطراف المعنية قالت لو التزمت بها دولة الاحتلال فنحن نلتزم بها. أنا بتكلم على الجانب الفلسطيني والجانب المعني بالقضية مباشرة، وهو كل القيادات الفلسطينية وكل الفصائل الفلسطينية. خلينا برضو نسأل زميلنا العزيز الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، وهو ملم بهذا الأمر ومحاط بهذا الأمر أكتر مننا، فنسأله. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. وموضوع الهدنة أنت شايفها إزاي؟ قرأتها فيها إزاي؟ هي إن شاء الله هيتم العمل بيها صباح باكر بإذن الله، فأنت وجهة نظرك إيه في هذا الموضوع؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا أهمية الهدنة تم الاتفاق عليها بوساطة قطرية مصرية بتنسيق مع الجانب الأمريكي، بترتبط ببعض الاعتبارات الرئيسية وعلى رأسها المآلات الإنسانية الصعبة أو الأوضاع الإنسانية الصعبة اللي وصل إليها قطاع غزة بعد يعني العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ أسابيع. عندنا أزمات إنسانية كارثية في ضوء يعني الدمار المباشر المترتب على هذه العمليات، فضلا عن الحصار المفروض على القطاع من قبل الجانب الإسرائيلي وقطع كافة الخدمات الأساسية عن القطاع. كل ده طبعا سبب أزمة إنسانية ضخمة بيعيشها القطاع حاليا. أعتقد أنه أحد الاعتبارات المهمة اللي تكسب هذه الهدنة أهمية متزايدة هي ما ستساهم به من تخفيف حجم هذه الأزمة الإنسانية، فضلاً عن أنها ستتيح فرصة بالنسبة للدول الوسيطة والفعالة في الملف، وخصوصاً الحديث هنا عن مصر وقطر، من أجل تكثيف التحركات والمباحثات للوصول لاتفاق وقف إطلاق نار شامل داخل القطاع. لكن أعتقد كمان أنه يعني الوصول إلى يعني ملف أو اتفاق الهدنة ده كان المكسب الأهم منه، هو فكرة أنه هيتيح فرصة لتدفق المساعدات الإنسانية والوقود بشكل كبير إلى قطاع غزة الذي يعاني من أزمات ضخمة. لكن كمان أعتقد أنه مدى مساهمة اتفاق الهدنة في حلحلة الأوضاع داخل قطاع غزة ده هيكون متوقف برضو على التزام بهذه الهدنة، خصوصا احنا بنتكلم عن الجانب الإسرائيلي، لا سيما وانه احنا حتى اللحظة لم يصدر موقف واضح من الإدارة الأمريكية بشأن الحديث عن وقف إطلاق النار. كل الحديث عن الهدنة عن هدنة. نتنياهو كمان امبارح يتحدث عن
استمرار للعمليات العسكرية الإسرائيلية فور انتهاء الهدنة. طب توقعكم يا أستاذ محمد، وأنتم باحثين وقريبين من الملف ومتابعين عن قرب لكل ما يزر في إطاره، يعني هل الهدنة تقود إلى وتقود قريبا إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، ولا في ظل التصريحات العنترية الجامدة قوي من الجانب الإسرائيلي وجانب دولة الاحتلال فممكن الموضوع يعقبه هدنة تانية أو تالتة وفي النص كده نلاقي برضو إعادة القصف تاني لبعض الأمور في غزة؟ أعتقد أننا قدام يعني سيناريو، يعني أنا في تقديري الشخصي أنه وقف إطلاق النار قادم لا محالة، لكن أعتقد أنه يعني نتنياهو يعني أو الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية في جملة من الاعتبارات اللي بتدفعها باتجاه يعني القبول باتفاق وقف إطلاق النار. يعني على المستوى الميداني أو العسكري فإحنا بنتحدث عن اليوم، يعني السؤال الأهم هو هل حققت العمليات العسكرية الإسرائيلية ما كانت تربو إليه أو تهدف إليه في البداية؟ تمام. يعني كان الحديث عن تدمير القدرات العسكرية. طب هل ده حصل فعلا؟ لم يحدث، لأن احنا لو بنتكلم النهاردة عن استشهاد ما يزيد على 14,000 صحيح يعني من أشقائنا في فلسطين، فاحنا حتى وإن لم يكن هناك أرقام رسمية معلنة، لكن التقديرات تشير إلى أنه 14,000 أو ما يزيد على 14,000 منهم نحو ما بين 200 إلى 500 عنصر من الفصائل الفلسطينية، وده رقم غير مذكور بالنظر إلى تعداد الشهداء في الداخل الفلسطيني. طب هل حدث تدمير للبنية التحتية للفصائل الفلسطينية؟ الإجابة لا، لأن كل تدمير البنية التحتية اللي حصل حصل على مستوى البنى التحتية الفوقية القطاع أو السكنية. والجانب الأكبر من الشهداء أطفال، 6,000 طفل، وهل 6,000 طفل دول كانوا هم الهدف يعني؟ فعمليا العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تحقق ما كانت تربو له، وبالتالي احنا هنا بنتكلم عن ليس انتصارا عسكريا لإسرائيل بقدر ما احنا بنتحدث عن جرائم حرب بتتم بحق الأطفال والنساء والمدنيين داخل قطاع غزة. أعتقد أنه كمان كل الانتهاكات اللي ترتبت على التصعيد والعمليات العسكرية الإسرائيلية بتدفع باتجاه تنامي الضغوط الدولية على الجانب الإسرائيلي، ومع إدراك إسرائيل لعدم تحقق أهدافها العسكرية داخل أو على الأرض فضلا عن ما تسببه هذه العمليات من تأزم أو زيادة تأزم لأوضاع الاقتصاد الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع الضغوط الدولية، كل ده هيدفع باتجاه يعني جنوح إسرائيل نحو اتفاق وقف إطلاق النار. لكن أعتقد أنه الأقرب أو السيناريو الأقرب هو تجزئة هذا الملف، بمعنى أن احنا النهاردة تم الاتفاق على هدنة يعني مقابل الإفراج عن 50 محتجز، يعقبه هدنة أخرى مقابل الإفراج برضو، يعقبه هدنة أخرى إلى أن نصل إلى وقف وقف إطلاق النار إلى وقف إطلاق النار، فضلا عن ما سيتبع وقف إطلاق النار. لأنه أعتقد كمان أنه ملف العسكريين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية سوف يكون له مساحة أخرى، وقد يتأجل إلى مرحلة ما بعد الحرب على أساس صفقة تبادل أسرى كبيرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، بشكر حضرتك شكر جزيل. يعني الحقيقه بذكاء كده هو لبمنا الكام سؤال اللي احنا كنا عايزين نسالهم، فبذكاء شديد كده لبمنا الاسئله كلها وجاوب عليها. بشكره شكر جزيل، لانه الناس بتتكلم برضو هل وقف اطلاق النار هيبقى قريب ولا مش قريب، طب اسرائيل هتضرب تاني ولا مش هتضرب، طب احتمالات رجوع الفلسطينيين حتى الى المناطق بتاعتهم، بلاش الى السكن، لانه تقريبا جزء كبير جدا من غزه اتضرب، جزء كبير جدا من المساكن تقريبا اتسوت بالارض، واحنا بنتكلم دلوقتي والاستاذ محمد معانا احنا بنتكلم على 49,000 جريح
وشهيد، رقم مخيف. يعني انت بتتكلم في 48 يوم، يعني تقريبا اليوم تقريبا 1000 جريح وشهيد. لو انت بتتكلم بقى بالارقام تقريبا، احنا ما عندناش ارقام واضحه في هذا الامر، بس احنا بنقول لحضراتكم على اللي احنا بنستقيم من الجانب الفلسطيني. احنا عندنا، انا بتكلم برضه على الجانب الفلسطيني، عندنا 35,000 مصاب، الرقم كبير وخطير. عندنا 14,000 شهيد، لما نجمعهم الاثنين على بعض 49,000 مصاب وشهيد. وهذا امر زي ما بقول لحضراتكم كده، يعني امر في منتهى الخطوره، لانك في الجانب الاخر انت دكيت مستشفيات، انت دكيت مدارس، انت دكيت كل ما يتبع الأونروا، اللي هي الجانب اللي كان بيلجأ له الفلسطينيين عشان يحتموا بالابنيه بتاعتهم، ويحتموا بالمساكن بتاعتهم، ويحتموا بالمراكز بتاعتهم. الحقيقه كله اتضرب. النهارده منسق او بلاش منسق، هات سكرتير عام الامم المتحده نفسه بيقول لحضرتك ما نشاهده في غزه مخيف، ما نشاهده في غزه غير مسبوق، الوضع في غزه غير مسبوق، هذه حرب اطفال، 4,000 طفل في 48 يوم، دي حرب اطفال، مش ملهاش علاقه خالص بحروب بين طرفين او بين جيشين. هذا جيش مرتزقه، هذا جيش لا انساني، هذا جيش لا يعرف شيء عن الحرب، زي ما قال زميلنا كده الاستاذ محمد بيتكلم على، استاذ محمد فوزي بيتكلم على النتائج ايه، النتائج ايه. معلش في توضيح كده صغير، بس هو واقف في زور الحياه بقاله كام يوم. ما نتحدث عنه دلوقتي انه في ناس بتتكلم على حماس، وبتتكلم على الجهاد الاسلامي، وبتتكلم على الفصائل الفلسطينيه وهو لاخره، هذا مش وقت، يعني هذا الامر مش وقته خالص خالص. انا عندي وضع في منتهى الخطوره، مش هسيب، انا بدي الجانب الجيش الاحتلال بديله رخصه، وبياخد الكلام بتاعنا، مش بتاعنا احنا كمصر، بياخد الكلام لاي حد بيقلل من فكره الصمود وفكره الجهاد وفكرة الوقوف ضد هذا الجيش المحتل، وبيتكلم بياخد هذه الفيديوهات بيعزز الضرب على غزة. احنا النهاردة بنتكلم على الوضع بتاع حماس. حماس نشأتها امتى؟ 1986، في الوقت من 86 ل 88، قبل 86 ما القضية موجودة، من 48 لسنة 86. هل اسرائيل التزمت باي حاجه؟ ابدا. اسرائيل فوق القانون في كل حاجه. اسرائيل ماشيه بمزاجها في القضيه من 48 لحد سنه 86 انشاء حماس، ومن بعد حماس لحد النهارده. انا مش بدافع عن حماس، لكن انا بقول لحضراتكم القضيه مش قضيه ان انا اطلع النهارده هاجم حماس. القضيه النهارده ان انا اوقف هذا الاحتلال، لانه الحقيقه الوقت بدا يشار من جانب البعض الى البعض الاخر على انه احنا مشكلة كانت عندنا. لا، المشكلة مش عندنا، المشكلة في الاحتلال اللي موجود من سنة 48 لحد النهاردة. فاصل وارجع لحضرتك. عدنا لحضراتكم في ثلاث قصص صحفيه كده بصوره سريعه من جولاتنا في الصحف في الفتره دي، لانه لسه الصحافه بتاعتنا فيها نبض، ونبض كبير كمان، وكل اسبوع وكل يوم بنلاقي قصص وموضوعات محترمه. تعالوا خلينا نروح كده للمصر اليوم، وخلينا نجدد الشكر تاني لزميلنا الاستاذ علاء الغطريف، لانه الحقيقه هو من ساعه ما تولى وهو عنده بعد كده في ملفات القصص الاخباريه وملفات خاصة بالقضايا اللي احنا فيها، والحقيقة بيديك بعد كده انك انت في الحدث، يعني وفي الحدث كمان، وفي الحدث بعمق، مش الحدث انه حاجة هامشية، حاجة بنديك موضوع وخلاص، بنديك تحقيق وخلاص، لا. في ملف الحقيقة هم شغالين فيه بقالهم 3 أيام، بيتكلم عن كيف يتناول الإسرائيليين، أو كيف يتناول الإسرائيليون موضوع الحرب على غزة.
وكيف يتم تزييف الحقائق وقلب الواقع المرير اللي بيعيشه قطاع غزة. بيسموها كده ايه؟ انا بدعم بياناتي او بدعم الاخبار ببيانات ومعلومات والاخر. في زميلتنا الاستاذة مها صلاح الدين، خلي بال حضراتكم من هي ماسكة ايه بقى في مصر اليوم، رئيس قسم تدقيق المعلومات وصحافة البيانات. الحقيقة ده قسم انا ما يعني انا برضو سألت زملائي يا اخوانا القسم ده انا مش شفتوش قبل كده، انا اعرف ان في واحد ماسك الارشيف، في حد ماسك قطاع البيانات، في حد، لكن قسم تدقيق المعلومات دي ما خد بالك. وانا بتكلم كده زملائي قالوا لي اتفضل خد الملف ده اقرا. انا بقرا الملف، عاملين ثلاث حلقات اللي قدام حضراتكم دي، الدوله الكاذبه، 16 طفلا فلسطينيا امام كل طفل اسرائيلي، وسؤال من الذي يقتل الصغار يا بايدن. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده اللي بقول لحضراتكم عليه، انه الاحتلال الاسرائيلي بيرصد قتل الاطفال الفلسطينيين. طيب ناخد هذا الامر كده ونروح كيف يتم رصد هذا الامر. معانا زميلتنا الاستاذه مها صلاح الدين، رئيس قسم تدقيق المعلومات وصحافه البيانات. برحب بيك يا استاذه مها، طبعا بالمصر اليوم، برحب بيك يا استاذه مها. وانا الحقيقه ارجع اقول لك، تدقيق المعلومات وصحافه البيانات، ومن اختار هذا المنصب؟ يعني هذا المنصب ده جال حضرتك ازاي؟ اهلا وسهلا استاذ جابر، انا سعيده ان انا معاك النهارده ومع كل الزملاء. حقيقه انه قسم تدقيق المعلومات وصحافه البيانات في مصر اليوم هو قسم وليد، يعني احنا بقى لنا اسبوع بالظبط، انا بقى لي اسبوع في مصر اليوم، قبل كده كنت في مصراوي، كنت رئيسه وحده صحافه البيانات وتدقيق المعلومات، ودي كانت أول واحدة من نوعها في الصحف المصرية. أوكي، صحافة البيانات تدقيق المعلومات هي أشكال صحفية موجودة من فترة كبيرة، يعني بقى لنا سنتين نقدر نقول إن هي ترند في الصحافة، ولكن كانت بتتعامل بمجهودات فردية في المؤسسات الصحفية. تمام. الحقيقة إن إحنا الفكرة جات لنا من سنة في مصراوي، وبعد كده قررنا إن إحنا ننقلها بشكل أكبر في مصر اليوم وأعمق، ويكون في تيم كبير ونقدر ان احنا ندربه ونشتغل معاه بالشكل ده. تمام. هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نتكلم عن تدقيق المعلومات، اللي احنا نشتغل على كل ما هو كاذب وندققه معلش هقف عند حضرتك هنا، معلش يا ما هقف عند حضرتك هنا، كل ما هو كاذب وندققه بالظبط، صح كده؟ اللي انتوا تناولتوه في الثلاث ايام الحقيقه كان جهد رائع جدا، وهقول لحضرتك انتوا شفتوه ازاي وتطرقتوا ليه ازاي. تمام. احنا قررنا ان احنا نطلق حمله، الحمله دي اسمها الدوله الكاذبه، لانه من اول الحرب على غزه ابتدى يبقى فيه شوشره كتير عشان الراي العام العالمي والعربي انه حتى حاليا اسرائيل شغاله ان هي تعمل صفحات وتعمل حسابات لشخصيات. تمام. بالعربيه. تمام. الصفحات دي هدفها ان هي تشوش القضية الفلسطينية عند الناس في الوطن العربي، تقول لهم ان في تأويل، تقول لهم ان الفلسطينيين دول مجرمين وهم اللي بيقتلوا الاطفال وهم اللي عملوا كذا، وحرب وحماس هي اللي بدأت الحرب، وعند الصراع العربي الاسرائيلي من 48 ويمكن من قبل كده. تمام. فانت ليه عايز تغير المفاهيم عند العالم؟ هي دي حرب المعلوماتيه، هي دي حرب المعلومات، حرب البيانات. هما شغالين في اتجاهين، اتجاه بيقتل واتجاه بيزور المعلومه، بيصدر اكاذيب، بيزور المعلومه كده. وتوصلتوا لايه يا استاذه مها في الحته دي؟ احنا شغالين يعني كل يعني احنا بنشتغل بشكل يومي، ممكن بنطلع قصه كل يوم، كل يومين، كل ثلاث ايام. ان احنا بنشتغل مثلا مسكنا حساب الصحفي ايدي كوين، صحفي اسرائيلي هو لبناني الاصل، ايدي كوين ده مشهور قوي على اكس. بالظبط كده، على اكس. الحساب بينشر معلومات مضلله بشكل ممنهج، فبدانا ان احنا نفند كل اللي هو كاتبه من بداية الحرب على غزة لحد دلوقتي، نبتدي ان هو لا، احنا مش بس هو يعني هو مش خبر مفبرك، هو لا، ده بشكل ممنهج. يعني ده مش مجرد حالة فردية او ان هو يعني هو هذا الشخص اللي على اكس ده واللي عمال ينشر اخبار، انا متابع الموقف لكن احنا مش بنتداول مع بعض حاجات،
لكن متابع الموقف وناس كتير قوي بترد عليه. عشان حضرتك بالظبط بتقولي ان هذا الرجل كاذب، بالظبط، كاذب هو بمنهجيه، بينشر بمنهجيه يا استاذه بحث ماهر. ممنهج، يعني هو قاصد، لان هو مش معلومه ولا بوست، لا ده احنا رصدنا 10 بوستات ودققناهم واثبتنا ان هم كذب وتضليل. ابرزهم ايه يا استاذه ماهر؟ ابرزهم مثلا ان في عرب بيحاربوا فلسطينيين، بيحاربوا في الجيش الاسرائيلي، هذا امر مش فيعني موجود. انت بتضرب مفك في العروبه، انت بتضرب مفك في عرب 48، تمام. تمام. حاجات زي صور كتير، ممرضه اسرائيليه، يعني واحده ادعت ان هي ممرضه فلسطينيه في مستشفى الشفاء، بتقول للناس هناك اخلوا المستشفى، عامله فيديو بتقول هناك اخلوا المستشفى، حقيقه ان هي ممثله اسرائيليه مكسيكيه الاصل وتعتبر ناشطه اسرائيليه يعني ضد القضيه الفلسطينيه، تمام. فده برضو موضوع من الموضوعات اللي احنا عملناها، وبرضو كان عن طريق صفحه ايدي كوهين. اخر يعني موضوع بقى، اتفضلي اتفضلي. اخر موضوع بقى اللي احنا عملناه، ايوه. اللي هو السلوجن بتاع الحرب، اللي هو ايه، حماس تقتل الاطفال والصغار وذوي الاعاقه، وده اتردد على لسان الرئيس الامريكي جو بايدن، ورجع وهو ما تراجع كمان عنه. لا، والحقيقه ان هو ما تراجعش عنه، لانه جدد الكلام ده في بيان من يوم 18، يعني من يومين او ثلاثه، تمام. البيان ده منشور على الخارجيه الامريكيه، تمام على الموقع الرسمي بتاع الخارجيه الامريكيه. تمام الحقيقه ان هو متبني الحوار ده جدا، فعشان كده احنا عملنا القصه الاخيره، اللي هي من الذي يقتل الاطفال يا بايدن، وبدانا ان احنا نجيب نتتبع الصراع من الاول خالص، من سنه 2000، من اول الانتفاضه الاولى، وبدانا ان احنا نقول يعني نجيب كام طفل توفى، كام طفل فلسطيني توفى قصاد كام طفل اسرائيلي، لان ان الاعداد مهوله، لان ان قصاد كل طفل اسرائيلي اتقتل 16 طفل فلسطيني اتقتل، وكمان بشكل ممنهج، يعني هم بيستهدفوا مثلا ذكور من الاطفال، 80% من الاطفال اللي اتقتلت هم ذكور، عشان ما يبقاش في محاربين او في مقاومين او كده. ما انا يعني اتمنى فعلا انه هذا الامر نتوسع فيه، واحنا معاكي كزميله، ومعاكي كشغل في بشكل جديد وبشكل محترم، واحنا بجد يعني مبسوطين جدا من هذا الدعم، ومبسوطين جدا من علاء الغطريفي انه بيهتم بهذا الملف. وخلينا معاكي قلبا وقالبا، واحنا في اي وقت هتطلبوا مننا اي شيء احنا داعمين وملبين. وبشكر جهدك جدا يا مها في هذا الاطار، مها صلاح الدين، رئيس قسم تدقيق المعلومات وصحافه البيانات في المصر اليوم. خلاصه الكلام اللي قالته مها مهم جدا. الاخ اللي اسمه كوهين اللي موجود على اكس، وبعض الزملاء وبعض الناس بتخش على حساباته وتفضل تتعاطى معاه، هذا الشخص مفبركاتي، هذا الشخص غير جدير بانك تتابعه، هذا الشخص حرامي اخبار، هذا الشخص غير معني باي شيء، فرجاء اتركوه لشانه لانه بعيد خالص عن الحقيقه. فنتمنى ان انتم تاخدوا بالكم من الامر ده. من المصر اليوم لليوم السابع، حاجه لطيفه جدا برضو، مصر فيها حاجه حلوه، وانه الباعه يفترشون محيط قصر ثقافه بيبا بعد تجديده، ورئيس المدينه عمل حملات لرفع الاشغالات. زميلنا الاستاذ هاني فتحي عمل تقرير، مراسل اليوم السابع في بني سويف، وبنشكرك يا هاني شكر جزيل على هذا التقرير. بص حضراتكم بقى هذا المنظر، القصر ثقافه بيبا اتصرف عليه 36 مليون جنيه. هل ده منظر؟ احنا لازم نحافظ على اي جهد كويس بيتعمل، فما ينفعش كده. ده مش قصر ثقافه، ده قصر جرجير، ده قصر بطاطس، ده قصر ارنبيط. والله انك حضرتك تخش، هل هذا منظر قصر ثقافه؟ هل هذا سيده وزيره الثقافه، السيد المحافظ بني سويف، السيد رئيس مدينه بني سويف، اي حد من الناس دي يسمعنا. انا ما بقولش لحضرتك ان نضرب الناس دي،
لا سمح الله. بس بقول لحضرتك ده مدخل، لو انا جبت ضيف ولا حاجه ودخلت المدخل، هل ده ينفع؟ انا صارف هنا 36 مليون جنيه عشان قصر ثقافه، وانا داخل الاقي ارنبيط على ايدي اليمين وخص على ايدي الشمال، يبقى ده ينفع؟ انا داخل اسأس. فرجاء انه السيد وزير الثقافه والسيد محافظ بني سويف يشوفوا لنا هذا الامر، وبشكر زميلنا الاستاذ هاني فتحي. من اليوم السابع عايز اروح للوثائقي. زميلنا الاستاذ امام احمد وهو زميل عزيز في مجاله، وهو رئيس تحرير البرامج والافلام الوثائقيه والدينامو الرئيسي بتاع فيلم الاستاذ محمد حسنين هيكل. ويعني امام انا اعرفه عن قرب من فتره وسعيد بمعرفته. كان كلمني قبل كده عن موضوع الفيلم بتاع الاستاذ محمد حسنين، لكن هو كتب بوست كده على الفيسبوك. الحقيقه في من الكواليس ما يشير الينا نقول لحضراتكم عليه. هو بيقول انه زوجه الاستاذ محمد حسنين هيكل كلمته اشادت فيه بالدور المبذول في الفيلم لتقديم سيره لا تنسى عن استاذنا الراحل الاستاذ محمد حسنين هيكل، وقالت له ان في حاجه شفتها في الجزء الثالث وكان اول مره اشوفها، حريق برقاش وكلام الضيوف كان عزيز وعظيم. ده البوست اللي كتبه امام. الحقيقه احنا عجبنا اللي كتبه امام في هذا الامر، وهنا امام موجود قدام مدام هدايه، والحاله الجميله اللي عملها امام في هذا الامر. فانا بشكرك يا امام، بشكرك على مجهودك، وبشكرك على اهتمامكم في الوثائقيه، انه نعمل الحاجه مش لمجرد العمل، بنعمل الحاجه باتقان وبنعمل الحاجه بزاويه مختلفه، وده الحقيقه اللي احنا عايزينه من كل القائمين على قناه الوثائقيه اللي بشكرهم شكر جزيل. زميلنا الاستاذ شريف سعيد بشكرك شكر جزيل، وزميلنا العزيز الاستاذ احمد الدريني بشكرك يا استاذ احمد، وبشكرك يا استاذ شريف، وبشكرك يا استاذ امام، وان شاء الله نشوف شغل جاي في الفتره القادمه. في حملات مفاجاه لجهاز حمايه المستهلك. طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان جهاز حمايه المستهلك اتغير الرئيس بتاعه، استاذ ابراهيم السجيني، او اللي هو ابراهيم السجيني مسك الجهاز من كام يوم كده بعد تغيير رئيسه السابق. والحقيقه هو عمل شغل مهم جدا في الايام اللي فاتت. زميلنا الاستاذ طارق احمد نزل ورافق الحمله بتاعه جهاز حمايه المستهلك ورصد بعض الامور كده. خلينا نشوف زميلنا طارق احمد عمل ايه ونرجع لحضراتكم. في الوقت الذي تشهد فيه الاسواق ارتفاعات غير مبرره لاسعار عدد من السلع الاساسيه، شن جهاز حمايه المستهلك عددا من الحملات الرقابيه لتحقيق الانضباط في ضوء خطه الجهاز الحاليه. في اطار تكلفات رئيس الجهاز بضبط الاسواق والتصدي لارتفاع الاسعار، بنقوم بحملات مكبره بيتم رصد المخالفات. في حاله وجود اي مخالفه بيتم تحرير محضر وحالته للنيابه العامه لاتخاذ شؤونها. بالنسبه للمكان اللي احنا موجودين فيه حاليا، احنا وجدنا سلعة السكر موجود على الاكياس مدون سعر المصنع 25 جنيه وسعر بيع المستهلك 27 جنيه. لقينا المكان بيقوم بطمس السعر ده على اساس ان هو بيتباع بسعر الحر اللي هو موجود في السوق. طبعا واجهنا الكلام ده معنا الفواتير والفواتير الخاصه بالبيع بتاعه المنشاه. ده طبعا احد الاكياس اللي هو اتنسى ان هو يتعبى، موجود عليه سعر المستهلك ما اتمسحش 27 جنيه. ده المفروض منتج المبادره، ده المنتج اللي خاص بالمبادره المفروض يتباع المستهلك ب 27 جنيه، هم مسحوا السعر عشان يتباع بسعر الحر. حملات الجهاز الرقابيه استهدفت عدد كبير من المنافذ والمحلات والمخازن التجارية عن طريق سيارات الضبطية القضائية، وذلك لمتابعة توافر السلع ومدى التزام التجار ببيع المنتجات وصلاحيتها دون مبالغة في الأسعار، مع تحرير المحاضر في حالة التلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هو حضرتك في إطار توجيهات السيد رئيس الجهاز، احنا كل يوم بنقوم بحملات لضبط الأسواق والمحتكر السلع، وزي ما حضرتك شايف كده احنا جينا في مخزن لقينا اكياس سكر وكميه كبيره قوي من السكر لسه جاري حصرها،
منتهية الصلاحية وممسوح من عليها السعر عشان كان في حاجات لقيناها ب27 ويتباع في الأسواق ب40 و50 وكده، ولقينا حاجات منتهية الصلاحية، بعض المنتجات منتهية الصلاحية برضو جاري جردها وحصرها وهنعمل محضر بها لحالته النيابة العامة. طبعا احنا السلع المنتهية الصلاحية بيتم تجميعها كلها في عبوات وبيتم عمل محضر صلاحية وبنشمع طبعا المضبوطات وبنحرر المحضر بنوجهه للنيابة العامة لإصدار قرار طبعا بعدم المضبوطات لعدم تداولها في السوق المصري. هذا ويناشد جهاز حماية المستهلك بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك عن طريق الخط الساخن على رقم 19588 أو وسائل الاتصال الأخرى الموجودة على الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي. منشط طارق أحمد. شكرا زميلنا العزيز طارق أحمد، وشكرا للناس في جهاز حماية المستهلك، ونتمنى مش عايزين الغربال الجديد وشد، عايزين الشد على طول بصراحة، عايزين الشد على طول لأنه الموضوع في السوق عايز ضبط. يعني بجد صعب إن أنت تنزل تشتري كيس سكر ب50 جنيه، أنا بكلم حضرتكم بأمان، ففي بعض استغلال أو في استغلال لبعض التجار في السوق، فلازم الناس تنزل ولازم يحصل ضبط للسوق. وما ينفعش انا ما اقدرش ما اشتريش سكر، ما هشتري سكر امال هحل بايه؟ مش هينفع. فموضوع السكر ده بين لي انه في ناس بتلعب في السوق وفي ناس محتاجه اداه ضبط في هذا الامر. فنتمنى باذن الله وكل التوفيق لجهاز حمايه المستهلك وكل التوفيق للاجهزه الرقابيه في الدوله في هذا الامر. حزب حماة الوطن نظم حمله حاشده باسوان لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. عارفين عندنا 4 مرشحين من بينهم السيد عبد الفتاح السيسي. هنشوف يعني عندنا الأستاذ حازم عمر، المهندس حازم عمر، عندنا الأستاذ عبد السند يمامة، عندنا الأستاذ فريد زهران والسيد عبد الفتاح السيسي. اللي ربنا يوفقه وينجح يعني الحقيقة يبقى ده رأي الشارع المصري ورأي إن شاء الله الجمعة اللي بعدها والجمعة اللي بعدها بإذن الله في هذا الأمر. يعني حزب حماة الوطن زي ما قلت حضراتكم عمل حملة في أسوان لتأييد المرشح سيد عبد الفتاح السيسي، وفي ضراوة في أسوان، وزميلنا العزيز أحمد يعقوب سافر إلى ضراوة في أسوان وعمل مع حضراتكم عمل لحضراتكم هذا التقرير. نشوفه ونرجع لحضراتكم. حزب حماة الوطن من ضمن الأحزاب الأولى اللي أيدت مبادرة تأييد الرئيس للانتخابات الرئاسية، وإحنا نعتبر النهاردة في مركز ضراو من ضمن الجولات اللي بيجولها حزب حماة الوطن في مراكز المحافظة، ويعتبر هذا اليوم الثالث. أول يوم كنا في محافظة أسوان في البندر، من يومين كنا في مركز ضراو، النهاردة في مدينة ضراو. إحنا عاوزين نوصل للناس رسالة، نقول لهم حافظوا على بلدكم. احنا بنأيد رئيسنا، بنأيد في الفترة القادمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان احنا لما بنأيد الرئيس احنا بنأيد بلدنا، عاوزين استقرار. حزب حماة وطن يتجشم كثير من العناء ويجوب ربوع المحافظة من اقصاها الى ادناها لكي يوصل رسالة لابناء هذا الوطن العزيز ان المرحلة التي نعيشها هي مرحلة من أبجد مراحل حياة مصر. بنلتقي في هذا اليوم مع هذه النخبة الكبيرة من أهالي ومواطني مركز ضراو لدعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي احنا كلنا طبعا واقفين وبنحاول قدر الإمكان ان نحن بندعمه لكي نبين للعالم اننا احنا فعلا بنختار بنفسنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية العظمى والجديدة. الحمد لله الدور اللي احنا بنقوم به من أدوار اللي تعتبر فعالة ولها وجود في المجتمع. بنعمل أنشطة، بنعمل دورات تدريبية، بنشتغل حاليا في التوعية للانتخابات والإبلاغ بالصوت وإن ده حق للمرأة إن هي تطلع وتدلي بصوتها. حزب حماة وطن من أول الأحزاب اللي أيدت ترشيح السيد الرئيس يعني، وطلبت بترشيحه بصراحة برئاسة طبعا رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي.
طبعا لان احنا متاكدين ومن جوانا فاهمين كويس قوي الحمد لله دور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والانجازات اللي اتعملت في خلال التسع سنوات الماضيه. وبصراحه محتاجين ان احنا لسه نكمل، وعارفين ان احنا فعلا الوقت ده محتاج يعني السيد الرئيس. احنا جينا كلنا بندعم وبنأيد وبنساند السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي لولاية فترة ثانية جديدة إن شاء الله. نقول للسيد الرئيس إحنا وراك، سير على بركة الله وكلنا معاك وربنا معاك إن شاء الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. حلو تحيا مصر دي والله عظيمة. أما دايما كده كل حاجة تقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، حاجة عظيمة يعني. مؤتمر الأيسكو السنوي بالقاهرة لتعزيز التكنولوجيا المالية والمستدامة بإفريقيا والشرق الأوسط. في الحقيقة تقرير لزميلتنا مارينا أمير في هذا الأمر، لأنه من يومين كان هذا المؤتمر موجود في القاهرة واتكلم فيه السيد رئيس الوزراء عن الاقتصاد المصري الواعد ومشروعات الدولة وببادرتها اللي بتعتبر طفرة كبيرة في هذا الأمر، واتكلم كتير من القيادات المالية المصرية والعربية.